علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لو عندك شيء كبير نفسك ربنا يحققه لك تدعي دعاء الحاجة. لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعدين تدعي بالطلب اللي نفسك فيه، إن شاء الله يستجاب دعائك.